هو الذي جاء فيه. في الرابع عشر من شهر أكتوبر المنصرم وأثناء افتتاح جلالة الملك نصره الله للسنة البرلمانية، تفضل حفظه الله فأعلن عن قراره تأسيس حكومة التناوب على أن تتألف من أحزاب المعارضة والأحزاب التي ترغب في الانضمام إليها لتضمن لها داخل البرلمان أغلبية عددية. وقد أوضح جلالته أنه سيختار الوزير الأول لهذه الحكومة من بين أعضاء الكتلة الوطنية. وبعد ذلك استقبل جلالته كل من السيد محمد اليزغي الكاتب الأول بالنيابة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والسيد محمد بوستة الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث أعلن قبولهما للقرار السامي والتمس أن يعطى لهما بعض الوقت لإعداد برنامج الحكومة والبحث عن حلفاء من بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. وفي الوقت الذي ظلت فيه الاتصالات تجري خاصة بواسطة بعض مستشاري صاحب الجلالة، استقبل جلالته على التوالي السادة المعطي بوعبيد ومحمد العنصر وعلي يعته والمحجوب أحرضان وأرسلان الجديد وأحمد عثمان، وكان كل واحد مرفوقا ببعض أعضاء هيئات حزبه العليا. ومؤخرا استقبل بالديوان الملكي السيد أحمد ريدا قديرة مستشار جلالة الملك السادة اليزغي وبوستة وبن سعيد أي تدر، الذين أكدوا له استجابتهم للقرار الملكي دون أن يقرنوها بأي شرط من أي نوع، إلا أنهم أضافوا أنهم يعارضون أن يكون السيد إدريس البصري ضمن أعضاء حكومة التناوب. إن جلالة الملك نصره الله يدرك أسباب معارضة قادة الكتلة، لكنه يعتبر أن النزول عندها قد يمس مساسا خطيرا بحسن سير المؤسسات المقدسة، وقرر في الوقت الحاضر العدول عن إنشاء حكومة التناوب، وبدلا عنها قرر تأسيس حكومة جديدة تشكل فيها الأغلبية البرلمانية الحالية العنصر السائد. هذا وإذا كانت المساعي التي بذلت في هذا السبيل لم تفض إلى ما كان يرغب فيه جلالته، فإن أسباب الأمل في إقامة حكومة تناوب خلال هذه الدورة التشريعية تظل واردة ومرغوبا فيها. كان هذا نص البلاغ الصادر عن الديوان الملكي. احتفل الشعب المغربي هذا اليوم بذكرى 51 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تشكل معلمة بارزة في كفاح الشعب والعرش من أجل الحرية، ونموذجا بطوليا لالتحامهما من أجل سيادة الوطن. وبهذه المناسبة أصدر جلالة الملك نصره الله عفوه الكريم لفائدة مجموعة من السجناء، وجاء في بلاغ وزارة العدل. تفضل مولانا الإمام صاحب المطالبة بالاستقلال تضمنت عدة محاور وبنود وحيثيات هامة، بحيث درست باستمرار دائم مع شخصيات علمية وثقافية وفكرية وقانونية، وكانت تراجع بين قادة الحركة الوطنية وساكلي الجنان المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه. حتى ابتدأ هذا الحفل الخطبي بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم، بعدها تدخل الأمين العام لحزب الاستقلال السيد محمد بوستة فأكد أن ذكرى 11 يناير تعتبر من أغلى الذكريات في التاريخ الوطني باعتبارها شكلت حدثا فاصلا بين عهدين، مستعرضا بعض الأحداث التي سبقت وتلت هذا التاريخ في مسيرة تحقيق استقلال المغرب. وبعدما ذكر بالأدوار التي طلعت بها الحركة الوطنية في هذا الصدد، أوضح أن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال جاءت بعد تشاور عميق وتنسيق كامل مع جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، كما استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في ظل الاستقلال، مذكرا بالعمل الوحدوي الذي قامت به أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي ومنظمة العمل، واستعدادها في كل وقت لتحمل المسؤولية وفق برنامجها وتصوراتها المرسومين. ثم تدخل السيد محمد يزغي الكاتب الأول بالنيابة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأوضح أن الاحتفال بذكرى 11 يناير فرصة لنتذكر ما قام به الوطنيون في مسار تجاوز مرحلة المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال،
وبعد أن استعرض الظروف الوطنية والدولية التي قدمت في إطارها وثيقة المطالبة بالاستقلال، أبرز بعض ملامح الوضع الحالي على المستوى الدولي، خاصة بعد بزوغ نظام عالمي جديد لا بد لبلادنا في إطاره من الوسائل المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية لضمان الحياة الكريمة للمواطنين. كما ذكر السيد محمد اليصغي بصعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية للمغرب، مبرزا أن الأحزاب الثلاثة أعدت برنامجا للإصلاح لمعالجة مختلف القضايا الوطنية والاتجاه نحو المستقبل. الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبية السيد محمد بن سعيد أيتيدر حي الاحتفال بذكرى 51 لتقديم وثيقة 11 يناير التي قدمتها ثلة من الوطنيين في فترة تاريخية هيتسمت بشراسة الاستعمار. فكما لعبت نخبة الوطنيين دورا رياديا في ذلك التاريخ، يضيف السيد محمد بن سعيد، فإن المطروح حاليا هو بناء مجتمع مدني يتمتع بقيم الكرامة والحقوق الأساسية. وأبرز أن الحركة الوطنية حاليا تهدف لتحقيق الإصلاحات والتوجهات السياسية بتوافق مع جلالة الملك الحسن الثاني لبناء مستقبل المغرب. ثم تلا السيد عبد الكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال نص البيان الصادر عن الأحزاب الثلاثة، والذي استعرض ملامح عملها الوحدوي وذكر بمشروعها القائم على تدعيم الملكية الدستورية وإقامة مؤسسات تمثيلية تحظى بمصداقية وحكومة منسجمة ومتضامنة. وفي الأخير تمت تلاوة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الاستقلال والحرية. وفي ختام الحفل أدلى الأمين العام لحزب الاستقلال السيد محمد بوستة بتصريح للتلفزة قال فيه: في الحقيقة أن إحياء هذه الذكرى، ذكرى 51 لوثيقة الاستقلال التي أقمناها مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي ومنظمة العمل، هي للتذكير بما تضمنته الوثيقة من رموز، ولكن كذلك من أهداف التي رسمتها والتي تمت هذه الوثيقة بتجاوب واتفاق تام مع محمد الخامس رحمه الله وولي عهده آنذاك رغم صغر سنه، والتي وضعت أهداف للمغرب، أولها أنه لا بد من استرجاع الحرية والاستقلال وتحرير الأرض المغربية في مجموعها، وثانيا بناء المغرب العصري الحديث على أسس متينة وسليمة في إطار طبعا الملكية الدستورية، ولكن بمؤسسات واضحة المعالم لتتطرق إلى المستقبل وإلى الاختيارات الأساسية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي وضع خطوط لسياستنا الداخلية والخارجية. وإحياء هذه الذكرى مناسبة كذلك لإخواننا بالخصوص الشبان ليطلعوا بمسؤولياتهم المستقبلية التي هي بناء مغرب حر مستقل بمؤسسات سليمة ونزهة. الأنشطة النيابية تواصل.